ترجع له الكوره. فايس بن احمد، ماهر كنزاري، ماهر كنزاري، فايس بن احمد، فايس بن احمد، فايس بن احمد، وتم مخالفه لكن الحكم يطلب اللعب ويعيط الرقم 8. رقم 8 وهو عبد اللطيف جرندو عنده انذار، عنده ورقه صفراء الاولى، واذا كان ياخذ ورقه صفراء الثانيه هذا يعني انه الورقه الحمراء. اذا الحكم حوار كبير، حوار ساخن، هذه عاد العمليه التدخل. الحكم مصر على توجيه الانذار. انا لاحظ لاعبي الترجي بصراحه ما يقول قال شي يعملوا غاديك، مبدئيا كانوا موجودين في المناطق نتاعهم يستناوا قرار الحكم، حتى انه الحكم مصر على تخريج ورقه. على كل الى حد الان نجم نقول البدايه ما كانتش على احسن ما يرام بالنسبه للجو في اللاعبين، خاصه هنا لاحظوا انه يضر الاعصاب على اشده. شكر الواعر الداخل وبعد الزملاء نتاعو قاعدين نعطيكم فكره عن كيفيه الرجاء البيضاوي وترشحه الى الدور النهائي لكاس رابطه الابطال. مع العلم، مع العلم ما ننساوش انه فريق الرجاء متحصل كذلك على كأس رابطة الأبطال لموسم 97 في دورتها الأولى في شكلها الجديد، بينما حامل اللقب هو أسك الإيفواري. إذا خروج عبد اللطيف جرندو. وصلنا حاليا إلى 15 قلعة، بتوقف اللعب بقرابة 3 دقائق. واللسان في اللعب بتنفيذ شقول الحكم، تنفيذ مخالفة أو إسقاط الكرة. الحكم يتوجه للمساعد الأول نتاعو، والبنك احتياط الرجاء البيضاوي يظهر الأمور ماهيش على أحسن ما يرام بعد خروج اللاعب. أكيد يتأثر الفريق من خروج لاعب، لكن في أي مباراة أخرى وفي أدوار أخرى صار أنه لاعب تلقى ورقة حمراء منذ الدقيقة الأولى. والمدرب السيد سكورفلوني قال للمدافع هشام صباح باش يقوم بحركات تسخينيه. اذا الحكم يعلن على ضربه جزاء، ضربه جزاء، ويرجع اللاعب يتلقى ورقه حمراء الى الميدان. شوفوا الحكم ليش يتعرض الى هنا، حقيقه مش معقول، الى العنف الى التعنيف. اذا الحكم يعلن على ضربه جزاء، يظهر أن الفريق المغربي رفض هذه ضربة الجزاء، يرفضها. على كل ما زلنا اللاعب متوقف. بالنسبة للترتيب بالنسبة لكأس الأندية، كأس رابطة الأبطال الإفريقية في الشكل الأول، انطلق إذا ب 1965. نلقاو انه فريق الزمالك هو الفريق اللي تحصل اكثر القاب 4 مرات، ثم ياتي بعد. صحيح، كيفاش كانت بدايه المباراه طبعا تميم، ولو انه بعض طبعا الاحداث اللي صارت الان مش بتاثر على سير المباراه، لكن كيفاش البدايه كانت؟ البدايه كانت الناس كلها اللاعبين كلها اعصابهم، ما فقدوا يعني الكونسنتراسيون نتاعهم، التركيز نتاعهم. اكلي حسيت لي الترجي تحب تسجل، الفريق الرجاء البيضاوي قاعد يلعب بطريقه يعني يجمد الكره، حسينا ان اللاعبين على اعصابهم من المخالفه الاولى، من الانذار الاولاني حسينا اللاعبين على اعصابهم، والحكم صراحه نقولوها زاد شجعهم يعني باش الناس كل تلعب على اعصابها. نزيد مانيش نضيف شيء كبير، 5 دقائق يظل اللي تعديوا على المقابله، ما شفناش صارت مخالفين صار فيهم انذار منا وطرد للاعب، مازال ما دخلناش في المقابله، ما تشوفنا حد شيء. الترجي كما قلت بدا الدقيقتين تاع الدقائق الاولانيين بركنيتين متواليتين ومخالفه، لكن انا مثلا ريت انه لاعبي ترجي من نزلوا طبعا منذ بدايه المباراه
ثم جري ورا الكرة ثم لا لا هو معروف الترجي باش يبدا باش يبدا بالضغط العالي كما في عادته هو الفريق المغربي شفناه واقف واقف 24 دقيقة حاليا اذا 11 دقيقة لعب يتوقف اللعب الحكم اذا نحط الكرة في نقطة ضربة الجزاء في مكان التنفيذ ثم وليد عزيز وليد عزيز اللي حاليا يحتل معناها المرتبة الأولى مع ماهر كنزاري في تنفيذ الهدفين باش يعني على اللي يتولى ضربة التنفيذ ضربة الجزاء اذا وليد عزيز والحارس امامه حارس مصطفى الشادي دقيقة 25 اذا وليد عزيز يستعد وليد عزيز كان سجل يوم الاحد هدف في البطولة امام ملعب التونسي دقيقة 25 حالي من الشوط الاول وليد عزيز يتقدم يتقدم ويضيع اذا تضيع ضربة جزاء من الترجي التونسي دقيقة 25 وتبقى النتيجة على حالها التعادل 0-0 اذا الترجي التونسي يتحصل على فرصة اولى دقيقة 25 وليد عزيز اول ضربة جزاء يضيعها في كأس رابطة الابطال واضح الحارس مشى الجهة اليسرى كان وليد عزيز سجل ضربة جزاء امام اسك كذلك امام سان لويزيان اذا واليوم اخفق في ضربة جزاء الثالثة باش يفتتح النتيجة لفريقه ويرفع رصيده الى 5 اهداف في كأس رابطة الابطال الافريقية ضربة مرمى لصالح فريق الرجاء البيضاوي صرنا حاليا 26 دقيقة لعب في هذا في هذه الفترة الأولى من المباراة مصطفى الشادي في التنفيذ نذكركم بأن الرجاء البيضاوي يلعب سوسة جامعة النجم الذي ساحل بنادي أولمبي للنقل مش ممكن نتحدث على مباراة الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية من غير ما نقفوا عند المنعرج الحقيقي للمباراة المنعرج كان في الدقيقة 11 وقت اللي لاعبي الرجاء أطلبوا في الاحتجاج وخلاوا الحكم وملاعبية الترجي يفقدوا تركيزهم الكلي على اللقاء ويخرجوا كليا من المباراة. لاعب مصاب تنجموا تصوروه معناها تم الاعتداء عليه. الحكم شاف في وسط ضربة في وسط المناطق مناطق الجزاء. التوقيف هذا بدون شك باش يكسر نسق المباراة. في الدقيقة 11 رفع الحكم مونتيرو الورقه الصفراء الثانيه في وجه قائد فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه للمسابقات الافريقيه نمشي مباشره مع ركلات الترجيحيه علاش فلسفه طبعا علاش تعديو الركلات الترجيحيه باش ما يكونش فريق عنده يعني اسبقيه على فريق اخر يعني الرجاء لعب 90 دقيقه في بلادها وترجي لعب 90 دقيقه هنا في تونس طبعا ما ثماش وقت اضافي باش تقعد الحظوظ متساويه مباشرة نتعداو لركلات ترجيحية والعديد من الفرص في الحقيقة توفرت للترجي في الشوط الثاني لكن قص تجسيم هذه الفرص وفي الحقيقة زاد نجيب ثم لاعبين ما كانوش في مستواهم المعهود أغلبية اللاعبين اليوم في الترجي وخصوصا في الخط الأمامي ما كانوش في الموعد كما قبيلك كنا نحكيه لتضيع فرص ما نقولوش تضيع فرص بركة ما الكرة في لغة الكرة يقولوا الكرة اليوم ما حبتش الترجي الرياضي فإن احنا بالشؤم كما يقولوا خاطر فرص عديدة ضاعت الترجي الرياضي فاق في الشوط الثاني أحسن من الشوط الأول لكن نعاود ونقولوها اللي بالكنزاري وحده في وسط الميدان ما نجمش الترجي الرياضي يهيئ كل الكرات تميم انا اقول الترجي الرياضي لعب مده 10 دقائق شفنا الترجي الرياضي لعبوا الكره تخرج كنزاري متمركز في المكان نتاعو الجابسي مقدم بن حمد مقدم بعض احيانا نشوفوا تتفك الامور هذه كلها الجابسي ولا هذيك شوف الكنزاري على الجناح الايمن يعني ما فماش تمركز والناس ماهمش فايقين ماخذتهم بهتة يحبوا يسجلوا الهدف كل واحد وين يلقى ثغرة يمشي لها بقى وقت الترجي لعبت على اللجنحة جابت اختار سواء على اليمين وعلى اليسار ديما اللعب على اللجنحة يخلق الاختار عزيز قدم اكثر من الشوط الاولاني السحباني زاد المهمة نتاعو ولا يلعب يحب يلعب يعني بدور ماخذ دور الكنزاري هو اللي يمر الكرات وماهيش دقيقة يعني الكنزاري لقى روحه اليوم عمل جهد كبير صراحه بقى ضيع فرصه ماذا مش مشكله اما تبقى التمركز نتاعو في الميدان هو اللي
نوع الماء غير طريقة اللعب تاع الترجي الرياضي. نجيب كنظري اليوم تميم ما نجحش في عدة محاولات، كنظري اليوم ثقيل شوية، كنظري اليوم اللمسة الوحيدة ماهيش موجودة. قلنا كما قلنا من اول يعني ما كانش الدور وكان هذايا ما نقلوش في قيمة الفريق المغربي، فريق الرجاء، فريق طبعاً طبعاً يقف في الملعب وقفة صحيحة، لياقة البدنية نتاعهم لياقة محترمة جدا، فنياتهم ماهيش زاد محترمة جدا، فنياتهم باهية. ممكن حتى الترجي هذا هو زاد سهل مأمورية نتاع الترجي، انا يظل لي مأمورية كانت سهلة من 15 يوم من تالي في لما تعادل في دار البيضاء كان ينجم يربح، كان يتفائل معناتها كان ثم شوية معناتها مجازفة من الترجي في بالغ في حظوظه مع هو تاي مازالت راهي مقابله تو، لكن احنا مازلنا هذه تو ما فيهاش يعني هنا تو ما تخرج عمليه تكتيكيه وعمليه اللياقه، تو عمليه نفسانيه وحظ ما فماش فيها حظ الحارس هذا، الحارس لازم يكون هو الوحيد يا ما نتصور نتمنى له عنده شكري الواعر، نتمنى له عنده الحظ الواعر وصل انقذ الترجي الرياضي في اخر الشوط الاول من هدفين، معناتها فرصتين كانوا صحيح نصوروا ان شاء الله بقدره الله اللي يكون في الموعد في ضربات الجزاء هما وينقذ، ما هو راجل المناسبات الكبيره شكر الوعر مسؤوليه كبيره لان على شكر الوعر اللي عاودنا في المناسبات هذه نلقاوه ديما حاضر شكر الوعر، لكن كذلك لازم لاعبي الترجي يخرجوا ماك الستريس ولا يعني اللي هما فيه الى حد الان ويحاولوا باش يركزوا اكثر الان في ضربات الجزاء لانه الان الحظوظ متساويه 50% 50%. من البدايه ما الناس كل قالوا 50% حتى قبل المقابله 50% 50% تبقى الترجي الرياضي، انا اعتقد اللي جاته فرص كبيره، فيصل بن احمد زيتوني اقوي تسرع رازي تسرع كذلك ما قدم حتى شيء يعني تسرع زاد تسرع عنده قيمه اللاعبين ما همش على راحتهم يلعبوا فما ضغط كبير هي بالطبع اولا نهائي ثانيا يعني باش واحد يلعب الدور النهائي نتاع كاس العالم للانديه هذا كله لاعبين ما عرفوش كيفاش يستغلوه من جانب ايجابي من جانب يعني يستغلوه من ناحيه اخرى. تبقى الترجي ما لعبش على اللجنه 100% لعب على وسط الميدان لعب على وسط الدفاع الواحد هذه ملاحظه يعني حقه الزواوي راهو دارك فيها على خاطر عنده امكانيات عنده عزيز يطلع عنده الجابسي من شيرة غادي عنده السحبيني يطلع يعني عنده لاعبين ينجموا يجيبوا الاختار على اللجنه. يعني في اللي كان تمت عمليه القرعه طبعا في اختيار شكون يشوت الاول طبعا لبينا اذا كان نتعرفوا على الخميسي اللي باش ينفذ طبعا ضربات الجزاء روح رياضيه بين شكري الواعر ومصطفى الشادي وهذاك اللي يقعدوا في الحقيقه بعد هالمباريات هذوما احنا علاقتنا كبيره مع المغرب يعني علاقه طبعا خلوية. شقائنا المغاربه طبعا نحييهم وكذلك كما قلنا من الاول انه فريق الرجاء وظهر اليوم طبعا هو فريق اولا يوصل للدور النهائي هو فريق كبير واليوم زاد ظهر انه طبعاً نتيجه الذهاب ما عكستش لربما قيمته الحقيقيه وظهر انه فريق كبير وجال تونس متكامل متكامل يقتلع التعادل 0-0 من الترجي الرياضي التونسي وباش يلعب الان طبعا ركلات ترجيحيه وكاني بخماسي ترجي مع شكري الواعي مريض القلب ماذا بينا ما يتفرجش واحد مصير فما عزيز لربما نادي كله زيتوني بدرة ظن شيحي صحباني هذاك يمكن المجموعة الثانية ما باش تلقى عزيز باش تلقى كنزاري باش تلقى بدرة باش تلقى ممكن اللي متعودين ينفذوا ضربات الجزاء هما لونانيين مهمة الحراس كبيرة برشا مهمة الناس المتفرج مسكين مغسول الحارس مغسول الناس كل مغسولين وربي يسترك
امامنا اذا بعد فريق الرجاء البيضاوي ب 10 لاعبين يعني كانوا في صحيح. مستوى ما تراش انه كيلعب 10 لاعبين ولا كل لاعب هذا ايش قلنا احنا ولا لاعب ولا لاعبين لاعب ولا زوز يعني زوز كل واحد يعني ولا الاندفاع اكثر والروح اكثر ويعديوا لبعضهم ويعاونوا بعضهم هذا غلط يعاونوه يعني هذه كله هذه ايش قلنا احنا اللاعب يخرج ما كانش يعني مش ديما فريق كامل 10 عنده نقص عددي بساعات ما جاش حاجه ايجابيه للترجي هذه تونس لان ذول نتابعوا ضربات الجزاء قريب نور الدين نور الدين نعم نسمع فيك رازي تفضل نور الدين اذا ذول باش نبداو الفريق المغربي هو اللي بيبدا بالتنفيذ شكر الواعر مشى للمكان بتاعه والفريق المغربي هو اللي باش يبدا مجموعه كبيره من لاعبي الترجي موجودين في وسط الميدان كذلك لاعبين الرجاء صمت كبير وكبير جدا في الملعب انتظار نعرفوا اللي كركله ترجيحيه كل شيء ممكن فيها لاعب يضيع حارس يسد كوره لاعب كل شيء وارد نشوفوا الرقم نتاع هذا اللاعب اعتقد اللي هو خباش اعتقد بالضبط خباش هو اللي تولى تنفيذ الركله الترجيحيه الاولى رقم 11 محمد خباش باش يستعد للتنفيذ لم يحط حوار حول مكان الكرة شكل الواعر يمشي لمكانه محمد خباش في مكان التنفيذ نعرف شكل الواعر كان مصدر ضربة جزاء العام الماضي امام بريمير اوغوست الانغولي في الدور النهائي لكأس الكؤوس محمد خباش وشكر الواعر محمد خباش يتقدم ويسدد يسجل اذا الركله الترجيحيه الاولى للرجاء البيضاوي ثم بالنسبه للترجي التونسي خالد بدره هذه عاد العمليه شوفوا التنفيذ في زاويه مستحيله بدره كذلك باش يتولى التنفيذ بالنسبه للترجي الركلة الترجيحية الأولى بالنسبة للترجي محمد خباش سجل بالنسبة ليه نعرف ضربة الركلة الترجيحية الأولى فيها مسؤولية باعتبار تفتح الباب لبقية الزملاء خالد بدرة مصطفى الشادي اللي هو حارس المنتخب المغربي حارس دولي ويسجل خالد بدرة على وقتين يقدم يقف ويسجل خالد بدر يسجل التعادل اذا ركله بركله شوف العمليه وعلى مين الحارس شوف الحارس مشارع لكن رغم اللي كان ما تنجمش يوصلها اللاعب الثاني اعتقد اللي هو طلال القرقوري القرقوري هو اللي باش يتولى تنفيذ الركله الترجيحيه الثانيه المدافع طلال القرقوري إذا الركلة الترجيحية الأولى نفذها مهاجم بالنسبة للفريق المغربي ثم حاليا مدافع خالد بدر سجل بالنسبة للترجي طلال القرقوري يستعد ويسجل بقوة إذا 2-1 إلى حد الآن طلال القرقوري ينجح في تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية بالنسبة للرجاء البيضاوي واللاعب الثاني بالنسبة للترجي هو ماهر كنزاري ماهر كنزاري باش يتولى تنفيذ ركلة الترجيحية الثانية بعد ما نجح خالد بدر في تنفيذ ركلة الترجيحية الأولى هذه نعرف اللي ركلة ترجيحية وقع فيها جدل كبير تمت محاولة تعويضها بالهدف الذهبي لكن لحد الآن يظهر أنه الرأي الأخير للاتحاد الدولي هو الإبقاء خاصة ماهر كنزاري يستعد ويضيع ماهر كنزاري إذا نضيع الركلة الترجيحية الثانية واللي النتيجة 2-1 وشوفوا العملية عالي ياسر ربما والضيع ركلة الترجيحية الثانية على الترجي التونسي
تضيع من اقدام ماهر كنزاري. الركله الترجيحيه الثالثه للرجاء البيضاوي رقم 6 يوسف صفري. الان 2-1 بعد ما فشل كنزاري في تنفيذ تحويل الركله الترجيحيه الى تحويله شكر الواعر ويوسف صفري. يوسف صفري ما يبعدش على الكوره يستعد يتقدم يتقدم ويضيع النتيجه 2-1 2-1 اذا بعد فشل يوسف صفري. اذا الركله الترجيحيه الثانيه تضيع الثالثه تضيع بالنسبه للفريق المغربي كيما كنزاري. حاليا حسن الجابسي يتقدم لتنفيذ الركله الترجيحيه الثالثه والمطلوب توم اللاعبي الترجي هو التجسيم وعدم الفشل في تحويل الركله الترجيحيه حتى على الاقل الغلطه تجي من فريق من لاعبين الفريق المغربي هذا المطلوب. حسن الجابسي حسن الجابسي يستعد حسن الجابسي ومصطفى الشادي يتقدم حسن الجابسي ويسجل. اذا تصبح النتيجه التعادل 2-2 فهو كل شيء ولا ممكن بالنسبه للفريق الترجي التونسي ولو انه كنزاري ضيع واحده لكن حسن الجابسي تمكن باش يرجع الامور الى كما كانت وتصبح النتيجه 2-2. الركله الترجيحيه الرابعه بالنسبه للفريق المغربي اللاعب قاعد يتقدم يشوف الرقم نتاعو هل انه رقم 10 فعلا او رقم 17 او رقم 7 زكريا عبود يتقدم يتقدم ويسجل رقم 17 فعلا وهو زكريا عبو 3-2 ينجح زكريا عبو في التجسيم في نفس المكان اللاعبين الفريق المغربي كانت تلاحظوا باقي في الزاويه اليسرى القائم الاول لمرمى شكر الواعر سراج الدين الشيحي الركله الترجيحيه الثالثه النتيجه حاليا 3-2 لصالح الرجاء البيضاوي فريق الترجي مازال ما نفذش الركلة الترجيحية الرابعة بينما الفريق الرجاء نفذ 4 نجح في 3 وفشل في 1 سراج الدين الشيحي باش يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة سراج الدين الشيحي يتقدم يتقدم ويسجل إذا 3 مقابل 3 أمامكم الشيحي يشوف التعب ظاهر على وجهه وكذلك متأثر برشا اللي فريقه وصل للوضعية هذه وينجح الحارس مشاع الجهة اليسرى الشيحي حتى لو على اليمين الركلة الترجيحية الخامسة في هذه المجموعة الأولى لصالح الفريق الرجاء شكر الواعر حاليا هل أنه ينجح في التصدي الوحدة ويخلي اللاعب الخامس إذا رقم 9 أرمومن أرمومن باش يتولى التنفيذ محمد أرمومن يتقدم يتقدم ويسجل شوفوا التسجيل بقوة إذا ينجح الفريق المغربي في الخمسة ركلة ترجيحية الأولى وتبقى الركلة الترجيحية الخامسة بالنسبة للفريق الترجي شوفوا التسجيل تسجيل بقوة دائما في الجهه اليسرى وكره عاليه حتى انه الحارس ما عنده حتى امكانيه باش ينجح في اقتناص الكره. الركله الترجيحيه الخامسه شكر الواعر
كله العارضه لا. يوسف صفري يضيع ويرجع الامل من جديد، والجابسي يسجل ويعدل النتيجه. زكريا عجوب يسجل، والشيحي من جهته يسجل للترجي، رضوان الحيمر من الرجاء يسجل، لكن شكري الواعر ضيع ضربة الجزاء الأخيرة. هزيمة الترجي ماهيش نهاية العالم، وإن شاء الله الهزيمة ما تأثرش على اللاعبي الترجي ويتمكنوا من تجاوزها بكل حكمة ودراية. اكيد انا مش باش تاثر على لاعبي ترجي طبعا في مسيره الفرق، ثم الهزائم والانتصارات، وكان في مش بذكركم بالاكبر وامجد الفرق الاوروبيه اللي خسرت نهائيات من هذا القبيل. طبعا شكري الواعر اللي اضاع ضربه الجزاء الاخيره، نقول له ان شاء الله ما تاثرش. طبعا نعرف انه باش يتاثر، لكن نقول له مازلنا حاسنا بيك في كاس